تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شهد اف ام، برنامج البطوله الموعد ديالكم اليومي من 2:30 حتى ل 5، من 2 حتى للجمعه. سعداء جدا اننا نتلاقاو بكم في هذه المساحه ديال 90 دقيقه في حوار، في نقاش معكم مستمعينا الكرام، مع المشاهدين ديالنا على قناه شهد اف ام في اليوتيوب. مرحبا بكم في حلقه هذا اليوم، وامامنا واحد البلاطو في واحد المجموعه ديال الاخبار والمحاور. بطبيعة الحال هناك الحديث على آخر المستجدات وإطلالة على يعني آخر ما جدت به القريحة الإعلامية المصرية بخصوص المباراة ديال الفينال ديال تشامبيونز ليج، والتي تقرر أن تجرى بمدينة الدار البيضاء. ثم كذلك حديث على الوداد والاستعدادات دياله لمباراة بيترو أتلتيكو، مباراة الإياب ديال النصف النهائي. حديث كذلك على مجموعة من الأخبار المرتبطة بالبطولة الاحترافية والأندية ديالها، والتغيير بالمولودية الوجدية برحيل المدرب هلال الطير وعودة منير الجعواني للمغرب. وأول لقاء لمنير الجعواني على رأس المولودية الوجدية سيكون أمام فريقه السابق نهضة بركان. حديث كذلك غادي يجرنا على لبرمجة مباريات البطولة في هذه الأسابيع الحاسمة اللي كتعرف التنافس على لقب البطولة، واللي كتعرف التنافس على تفادي النزول للقسم الثاني. ثم الأجندة المزدحمة، واش مازال السيرفر الإسباني إسباني فعلا أم أنه حصل على جنسية العصبة الاحترافية. حديث كذلك على آخر أخبار لاعبين المغاربة ديال الفريق الوطني المغربي، واللي كان تضرب الفينة والأخرى الإعلان على اللائحة اللي غادي تشكل الفريق اللي غادي يلعب المباريات ديال لادات فيفا المقبله، واللي منها جوج ديال المباريات في تصفيات كاس افريقيا. اضافه مستمعينا الكرام الى اخبار اخرى متفرقه. بطبيعه الحال هناك مجموعة من الأسئلة للنقاش معكم مباشرة على قناة شهد اف ام في اليوتيوب، من خلال التعليقات ديالكم، من خلال المكالمات ديالكم على الرقم 0522 36 92 92. أعيد الرقم 0522 36 92 92. البداية ببعض الأخبار ديال البطولات الأوروبية. اليوم كاين واحد، خاصة للمحبين ديال الكرة الإيطالية، الفينال ديال لاكوبا ديال إيطاليا، كأس إيطاليا، اليوفي وانتر ميلان اليوم على 8 بملعب الأولمبيكو. الكثير سيتابع هذه المباراة، وخاصة بذكريات مباراة محملة بالذكريات، ذكريات السيطرة المطلقة ديال اليوفي، وذكريات انتر ميلان الذي يتساءل محبوه متى سيعود للسيطرة كذلك أوروبيا وللبروز أوروبيا. البريمير ليج فيها بعض المباريات، ومنها مباراة مؤجلة ديال تشيلسي وليدز يونايتد، ومؤجلة لحساب الدورة 33، ثم مباراة أخرى لحساب الدورة 33 بين وولفرهامبتون مانشستر سيتي، ثم واتفورد مع إيفرتون، وليستر سيتي مع نورويتش سيتي. هذا اليوم، ودائما الصراع على لقب البطولة بين مانشستر سيتي ومطارده ليفربول. ليفربول مازال يحلم بأنه ممكن ينتظر عثرة من عثرات فريق مانشستر سيتي. مانشستر سيتي عنده مباراة ناقصة في الوقت وقت ليفربول لعب 36 مباراة، ورصيد النقاط بينهما هو يعني رصيد النقاط بحال 86 نقطة لكل فريق، ولكن مع تفوق لفريق مانشستر سيتي أنه لعب فقط 35 مباراة، بمعنى مازال التشويق في البريمير ليج الإنجليزي. واليوم غادي نتعرفوا إن كان هناك جديد بخصوص هاد البطولة ديال البريمير ليج، وخاصة في البرنامج ديال المباريات اللي غادي يتلعبوا اليوم. أذكر ليدز يونايتد مع تشيلسي، ليستر سيتي مع نورويتش، واتفورد مع إيفرتون، ثم مانشستر سيتي الذي سيلعب بميدان وولفرهامبتون. المباراة غادي تلعب مع 8:15 إن شاء الله. من ناحية أخرى، الاتحاد الأوروبي في الجمعية العمومية ديالو صادق على نظام جديد للتشامبيونز ليج. النظام الجديد للتشامبيونز ليج وانطلاقا من موسم 2023 2024، اللي ما غتبقاش فيه 32 فريق اللي فيها 8 ديال المجموعات، غادي تولي 36 فريق مقسمة على 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 9 ديال الفرق، وكل فريق غادي يلعب ذهابا وإيابا مع 8 ديال الفرق. أكيد هناك مباريات كثيرة، أكيد هناك فرجة، وهناك نظام جديد في انتظار يعني تأكيد آخر الخطوط العارضة ديال هذا النظام الجديد.
ولكن اللي بغينا ناخده أن الاتحاد الأوروبي وإن كنا دائما نتابع هاد الناس و يعني المستوى اللي وصلوا ليه وكيفاش كيخطوا للمنافسات ديالهم، فهي منافسة ديال 2023-2024 تم اتخاذ القرار فيها من الآن. الناس كيفكروا أنه النظام غادي يتبدل لعدة اعتبارات، ما كاين حتى شي إشكال في الوقت اللي إحنا مع كل احترام لنا ولمحيطنا فدائما الساعة بساعتها، ولا تبعنا أن النقاش دائر حاليا على مباراة نهائية ديال النسخة اللي كتدور حاليا وباقي فيها نقاش واش كان الإعلان ديال البلد اللي غيحتضن المباراة النهائية خصو يكون قبل بداية المنافسة ولا بعد نهاية المنافسة ديال الربع ولا قبل نصف النهاية ولا قبل كذا كذا إلى غير ذلك. ثم القرارات اللي كتخذ عندنا ما عمرها ما كان عليها الإجماع، وما عمرنا كنا كنأمنوا أنه إلا تخذ شي قرار صافي تخذ القرار وندوزو نديوها في الكرة أو نشوفوا ما يحدث في المستطيل الأخضر. لا بالعكس، دائما الحديث على الكواليس، دائما الحديث على كل الأشياء إكسترا سبورتيف خارج المستطيل الأخضر، وهي اللي كتأثر بطبيعة الحال على المستوى ديالنا، وكيبقى دائما المستوى ديالنا بالشكل اللي هو عليه. ودائما أعود وأقولها كيف قال عادل إمام في شاهد ما شافش حاجة متعودة دائما. تحية لمشاهدين على قناة شادا اف ام في اليوتيوب. سي اسماعيل الله يبارك فيك، اسماعيل الشرادي هو الاول تبارك الله عليك، قال لك اسيدي القجع نسى راه وحيد عير الجمهور وخرج علينا في الكان وكيلعب اللعب المميل وكيعيط على اللعابه ما كيلعبوش في لي زيكيب ديالهم، نسى هادشي كامل وبقى مكونسونطري غير على زياش. هذاك حديث شوف يخص المنتخب الوطني المغربي كنظن ستريك الايام وما كنت جاهلا. تحيه اسماعيل اخر كيسلم على طارق دياب وعلى فخر الدين الله يحفظك سي اسماعيل. يوسف اهلا وسهلا، تحيه لك اخويا وتحيه لسي محمد الزويد من تورينو. رشيد ايت موسى اهلا وسهلا، ورشيد العيساوي كذلك تحيه لك انت والسي يزيد هواري، تحيه لعبد الهادي كرجوع. اسماعيل تحيه لك منير، وقول السي فخر الدين راه توحشنا. السي فخر الدين غدا غادي يكون معنا ان شاء الله بحول الله وقوته. السلام عليكم خويا منير، سلمي على فخر الدين. السي فتاح فتاح مرحبا. سي رشيد المصريين يمارسون الدغمائيه على هواهم، استضافه النهائي تتطلب وضع الترشيح. شوف حنا داك الشيء راه فتناه دابا، حنا غير نستمتع بما جادت به ألسنتهم وقنواتهم وإعلامهم. هادشي اللي كاين، وكنركز على الإعلام المصري الغير نزيه، داك الإعلام الفرعوني، الإعلام المتطبع بذاك الجنون ديال العضبة ديال حنا هما كرة القدم والآخرون لا شيء. هذا هو الاختلاف ديالي أنا معهم، هذا هو الخلاف ديالي معهم. كيفاش قضية الكاف اللي قال لك 30 ألف مشجع اللي حكمات تكون في ماتش الوداد وبيترو أيوب منظر؟ ما عندي حتى شي علم أخويا بهذا الشيء. سي مومي أهلا منير والله يحفظك أسيدي. المغرب فخر الدين فخر العرب، تحياتي من هولندا ترحب بكم، مرحبا سي مومي الله يحفظك. رشيد السلام عليكم، على سلامتك الله يسلمك أخويا. علاش ما تكونش أنت المدرب المنتخب المدرب والله حتى تستاهل على فخر الدين؟ لا فخر الدين هو تيجوي جوبك. سيتي سيدريس، مشكلة غير المدربين في البطولة عكس أوروبا، كنسمعوا تجديد استقرار. ودابا السي ياسين إيد حميدة راه ما علينا، حنا جايين غير صبر معنا شوية. سي وليد الرجا ملي كانوا لاعبين كيتأجل ملي تقصى وما كاينش تأجيل، واش حنا علينا وحرام عليهم؟ شكون اللي أجل وشكون اللي ما تأجلش؟ سي وليد عطيني شي حاجة من الموسى ونجاوبك عليها. وداد فاس 2020 سي حسن برخوخ أهلا وسهلا الله يحفظك أسيدي. تحية لولد بلادنا سي منير الله يودي تروان تمازير تاع برخوخ، تحية لعائلة برخوخ كلها. أيوب منظر فين خبيتي فخر الدين؟ لا ما خبيتوش، لا فخر الدين موجود هو غادي يجي. السلام عليكم، تحياتي سي اسماعيل. واش ماشي حشومه داري ما كاينش في المنتخب؟ لا داري من ضمن اللاعبين ديال المنتخب اللي محطوط عليهم العين في المنتخب، ولكن اللائحه باقي ما خرجتش، ما عرفتش انا واش كاين داري ولا ما كاينش، وكنتمنى انه يكون لانه على الاقل كمكافاه للاعب مجتهد. السلام عليكم، اين هو فخر الدين؟ فخر الدين موجود غادي يكون معنا غدا ان شاء الله. سي اسماعيل تحيه لك اخويا. وداد الامه لا ما كاين حتى شي مشكل مع فخر الدين، ما كاين حتى شي مشكل. السي وداد الامه جليده خالد لا فخر الدين ماشي ديال الثلاجه، فخر الدين موجود.
واش فخر الدين عنده مشكل مع مسؤولين شهاده اف ام؟ واش انت بغيتي نخرجوا نعطيك شي خبر عاوتاني؟ هي راه عنده مشكل في الاختيارات التكتيكيه ديال المدرب وفي الحصه التدريبيه راه خرج وما قالش السلام عليكم المدرب بحال هاد الاخبار هادي اللي بغيتي. ما كاين حتى شي حاجه. مانشستر ماشي مانشستر بحال مانشستر بحال مانشستر. قد غسميتك انت بعد اللي كتب التعليق. المصريين شوفين يا العمياء سي ابو ايمن فين وصل القجاع مع صاحبه؟ ما وصلوا فين؟ حنا اللي علينا هو قلنا هذاك النهار حنا كنتسناو الاعلان على اللائحه اللي غادي لان هي اللي جايه قريبه، اللائحه ديال المنتخب اللي غادي يلعب المباريات ديال شهر 6. تحيه لكم من مدينه سطات عاصمه الشاويه الله يحفظك. يوسف الناصري يو اس اي الله يحفظك، تحياتي لي. المهم ما فهمتش هذه الكلمه هذه اللي كتبتي لي السي يوسف، تحيه لشي حاجه الكريم الله يحفظك السي يوسف اكرمك الله، شكرا لك. وانتم مستمعين الكرام دائما في الاستماع على برنامج البطوله. سؤالي للمشاهدين ديالنا على قناه شادي اف ام في اليوتيوب، كيفاش كتشوفوا هذا رد الفعل ديال هذه البلبله اللي هذا سؤال للنقاش اللي بغيت الاجوبه عليه، هذه البلبله اللي خالقين الاعلام المصري اللي ماشي شي حاجه غريبه، وشنو مدى التاثير ديالها؟ واش كيحاولوا يخرجونا حنايا اللي مازال ملتزمين بمباراة ديال اياب نصف النهاية وكيحاولوا يخليونا نركزوا على ماتش فينال وحنا باقي ما كونفيرميناش التأهل، أو أن الأمور عادية أن الناس كتحتج؟ فالسؤال واش الأمور عادية الناس كتحتج ولا هي محاولة لتشتيت انتباه المغاربة اللي مازال متبوعين بإياب نصف النهائي؟ مرحبا مستمعينا الكرام ومشاهدينا على قناة شادي اف ام في اليوتيوب. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام، تحيه لكم مشاهدين على قناه شادا اف ام في اليوتيوب، وتحيه لكل مستمعينا وتحيه لكي يتفاعل معنا من خلال الاسئله والتعليق. نبدا بصديقنا السي انس وداد. سلام منير، بغيتك تشرح الموقف ديالك من اللي قلتي في رمضان ما يمكنش الكاف ترشح المغرب وبالخصوص في دونور توضيح للصادقين والصادقات. راه صحيح هذا هو الموقف اللي مازال كتذكروا في الوقت اللي اعلن المغرب انه غيرشح مركب محمد الخامس لاحتضان النهائي. وهذا الشيء اللي قلت البارح انه كتقول احنا ديجا تلعب عندنا الفينال في الدار البيضاء دونك كجهاز يحترم نفسه وداك الشيء وغنقولوا اوتوماتيكمون المغرب اللي غادي يحط الملف ديال الدار البيضاء غنقولوا له الا بلاتي الدار البيضاء كانت العام اللي فات ارشح لنا شي مدينه اخرى باش ما يكونش جوج ديال لي فينال في نفس الملعب. هذا الموقف ديالي، داك الشيء اللي سميناه احنا الطنز. ولكن بما ان القجع عارف بخبايا الامور تما، عارف بانهم اللي غترشح الدار البيضاء اصلا الكاف ما غاديش تقول ليه الا ما ترشحش لنا الدار البيضاء. حنا رشحنا مدينه الدار البيضاء. الحاجه اللي تحتاج للنقاش المشاهدين ديالنا على قناه شادا اف ام وكذلك المستمعين، وانا لاحظت ان حتى الترشيحات ديال المدن لاستضافه نهائي الشامبيونز ليغ قليله. يعني بالمقارنه مع اوروبا مثلا، واخا ما كنبغيش نقارن مع اوروبا، ملي كتقول فينال الشامبيونز ليغ كتلقى بزاف ديال الترشيحات وكياخذوا مدينه. كياخذوا ملعب. هنا ما كاينش. يعني في نهايه المطاف لقينا الترشيح ديال مركب محمد الخامس في الدار البيضاء ودكار. وهو اللي ادى بنا لهذا المسار اللي وصلنا له حاليا، لانه كان الاختيار بين جوج والمكتب التنفيذي صادق على على مدينه الدار البيضاء على مركب محمد الخامس بعد اللجوء للتصويت. اما الموقف ديالي انا لو ان الكاف جهاز يعني شفاف وجهاز كيتاخذ قرارات معقوله وجهاز يعني غادي يدور كما تدور الساعه، يعني في الاول انا ملي غتجيب لي انت كمغرب مركب محمد الخامس نقول لك لا اسمح لي حسب القانون لا يحق لك ترشيح نفس المدينه التي احتضنت الفينال ديال العام اللي فات، وهنا غنقول لك اعطيني مدينه اخرى مراكش اكادير طنجه فاس مركب مولى عبد الله عطى الله الملاعب الكبيره. هذا الشيء هو اللي فقط يمكن لي نقول. مجموعه من الاصدقاء كيقولوا بانه ما 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 يعني ما يصرح به الاعلام المصري الشقيق هو بكائيات. هو بكائيات بكائيات ودائما دموع ياك جمال، دائما دموع لا اله الا الله. الاصدقاء بمصر هم الطرف الافضل، هم الطرف واخا كاين مقر الكاف تما، هذا موضوع قديم ماشي يلاه غادي نجيو نتكلموا عليه، ولكن مع كامل الاسف دائما كيتخاد بهذه الطريقه. تعليق اخر ديال احد الاصدقاء اللي قال لي ان ما يمكنش هاد مخطئين المصريين اللي كانوا كيعتقدوا بانه راه ممكن يشتتوا التركيز،
ولكن حذاري راه مثل هذه الاشياء هذه قادره انها تشتت التركيز ديالنا حنا كمغاربه. غنبداو نهضروا غير في الفينال وفي الماتش فينال وكننساو بانه راه هذا الاسبوع تابعنا لا كونفيرماسيون في الماتش روتور ديال دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. المصريين كيهضروا على تغيير ملعب النهائي، قول لهم يغيروا مقر الكاف. يوسف الرافعي، مقر الكاف هذاك الشيء اتفاقيه تاريخيه قديمه ما بين مصر وما بين الاتحاد الافريقي اللي اصلا تاسس تما ويلا مؤخرا جدوها لواحد 10 سنين اخرى. خير ودليل على استمرار انحياز التحكيم الافريقي مؤخرا ضربه جزاء، داك الشيء كاع تكلمنا عليه، وكنت شفتوا كاع التدوينه ديال هذاك المخرج ديال هذيك المباراه كيفاش كيتكلم على العدل دابا وعلى هذا الشيء، غتقولوا لا اله الا الله. شحال من مره الصحافه المصريه كيبقاو يتكلموا، حنا كنبقاو نردوا عليهم، كنساونا هناك مباراه مهمه. انا معاك احلام، هذا الشيء هو اللي كنتكلموا فيه. اتمنى منكم ما تسوقوش لهم وتركزوا على المباراه الجايه، حنا ما مسوقينش المباراه الجايه، راه شوف مزيان وليد الركراكي والدراري راه داخلين اون كونسونطراسيون مزيان، غير هما ما خاصش يوصلهم هذا الشيء، لان اهم حاجه بعدا كونفيرمي الماتش روتور، وديك الساعه لكل حادث حديث. واخا معاش الماتش الرجاء العالمي كونتر واتزام، الماتش نهار الاحد ان شاء الله غادي نجيو نتكلموا على مباريات ديال البطوله. نطالب بتغيير مقر الكاف سي محمد بن سادات. الاهلي مش خايف، الاهلي متنيل ب 60 ليله. محمد تفنوت، تحيه لك سي محمد. المصريين معروفين دايرين بحال ذاك مسدس الصوت داوي خاوي، لا ولكن كثره الصوت عاوتاني تؤدي في كثير من الاحيان لتغيير بعض الاشياء، والدليل هو انه في النسخه ديال 2020 الا مازال كنتذكروا كانت هي اول نسخه للكاف، النسخه ديال كورونا كانت هي اول نسخه للكاف غادي تلعب فيها المباراه النهائيه في ملعب محايد، في ملعب يعني مباراه واحده، ما ديك العباره ديال ملعب محايد ما ماشي فرض، ماشي ضروره ان النهائي غيكون في ملعب واحد. قدر الله جاء الكوفيد ووصلنا فينا دور المجموعات، وصلنا لنصف النهائي وباقي الملعب ما تحددش، شكون اللي بقى ديك الساعه؟ الوداد والرجاء من الجانب المغربي والاهلي والزمالك من الجانب المصري. شاء مكر الصدفه ومكر القرعه ان الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء. شنو التخريجه اللي لقاوها ديك الساعه بعد ما كان ان المنافسه غادي تستأنف في الكاميرون في ملعب جابوما؟ هذاك الوقت كان غيطلع فيها دومي فينال في مباراه واحده والفينال. من بعد جاو الاشقاء المصريين قال لك لا، الدومي فينال نصف نهائي خصو يكون ذهاب واياب، عاد الفينال يكون في المباراه واحده. فتم الاتفاق على انه دومي فينال الي وروتور بين الانديه المغربيه والانديه المصريه، على اساس ان الفينال غيكون في مباراه واحده. فين؟ قالوا لك تاهلوا الفريقين المغربيين غتلعب الفينال في المغرب، تاهلوا الفريقين المصريين في مصر. ولكن تقرر هذيك الساعه في حاله تاهل فريق مصري وفريق مغربي ان الفينال غيكون في القاهره. هذيك الساعه جاتهم زوينه بخير، ديك الساعه ما كان لا عدل، ما كان لا حتى شي حاجه، كان كل شيء مزيان وان الكاف ماشيه كويس، ويعني احنا معلش 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 احنا بنتبهدل. دابا كاسم الشدا يفهم. أنتم دائما بالاستماع على برنامج البطولة على الشدا اف ام، تحية لكم مستمعينا الكرام، تحية لكل أصدقائنا الإعلاميين المصريين، حنا غير داويين، حنا غير كنشدوا فيكم واحد شوية. بعد قليل سنعود في الجزء الثاني إن شاء الله مع المولودية الوجدية وآخر المستجدات. أنتم دائما في الاستماع على برنامج البطولة على الشدا اف ام، تحية لكم مستمعينا الكرام، تحية لكل مشاهدين على قناة الشدا اف ام في اليوتيوب، غنواصلوا معكم مستمعينا الكرام، وبطبيعة الحال بين هذا وذاك والحديث على جدل مباراة نهائي تشامبيونز ليغ، نشير فقط أن الأهلي المصري توجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس. قانونيا من حقه أنه يمشي يتقدم بدفعاته للطاس، ولكنه لن يغير من واقع الأشياء أي شيء، لأنه من حق أي اتحاد قاري حسب اللوائح حسب القانون، لأن محكمة التحكيم الرياضي هي ماشي محكمة، ولكن هي كدير محكمة ماشي كتصدر حكم ولكن كدير تحكيم، كدير لاربيتراج، ماشي كتصدر الحكم ولكن كدير التحكيم، فوالا بحال هكا غادي نقولها. هي تحتكم الى اللوائح الى القوانين، غتلقى بانه اي اتحاد قاري كيف ما بغى يكون من حقه انه يختار المكان ديال تنظيم المنافسات ديالو بالطريقه اللي بغاه هو. يعني بهذا الشكل فالمباراه النهائيه بالدار البيضاء بمركب محمد الخامس
وتكلمنا كذلك حتى أن هذا الشيء ما خصوش يأثر على تحضيرات فريق الوداد لمباراة بيترو أتلتيكو. صحيح هناك أسبقية مثلتها الواحد في لواندا، لكن ما خصناش ندون فكره في المباراة النهائية قبل يعني أن نتخطى فريق بيترو أتلتيكو بمدينة الدار البيضاء. عملية بيع التذاكر متواصلة بالطريقة الجديدة اللي بغتها الشركة المسؤولة على مركب محمد الخامس، أو التي هي مكلفة بإدارة مركب محمد الخامس. فريق الوداد غادي يعرف عودة جوج ديال اللاعبين اللي ما كانوش في المباراة ديال الذهب، اللي هما جلال الداودي إضافة إلى رضا الجعدي. ثم الأمور كلها واضحة، الأمور كلها بخير، الاستعدادات جارية وفي صمت وفي هدوء لمباراة الإياب. غادي ندخلوا مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني لمنافسات البطولة الاحترافية، البداية بآخر مستجدات الأندية الوطنية. المولودية الوجدية يعيش على إيقاع تغيير جديد في الإدارة التقنية ديالو بتولي منير الجعواني منصب المدرب بهذا الفريق حسب بلاغ ديال المولودية الوجدية، اللي قال بأنه تعاقد بشكل رسمي مع منير الجواني. وسبق المنير الجواني يحمل قميص عدد من الأندية الوطنية كلاعب إلى غير ذلك، ومتمنيتنا بالتوفيق للإطار الوطني. هذا ملخص بلاغ المولودية الوجدية. لكن أنا بغيت ندير واحد الإشارة، لأنه كان واحد البلاغ البارح، البلاغ ديال البارح اللي أصدروا المولودية الوجدية، فيه يعلن رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم سي محمد هوار أنه استحضارا منه للوضع الراهن الذي يعيشه النادي خلال هذا الموسم، اجتمع سي محمد هوار مع مدرب الفريق الأول سي هلال الطير صباح يومه الثلاثاء 10 ماي، ركزوا معي على التاريخ اللي هو البارح، للتداول والتشاور حول هذا الوضع، وخلص الجانبان إلى فك الارتباط. بمعنى طلقنا نهار 3 الصباح باش يلا استحضارا للوضع الراهن للمولودية باش نتداولوا ونتشاوروا حول الوضع، وخلصنا إلى فك الارتباط البارح الصباح. أنا بغيت لسيد رئيس المولودية الوجدية وكاتبي هذا البلاغ، هذا هو ما يسمى بالدارجة الطمز، لأنه خبر فك الارتباط مع هلال الطير كان مباشرة بعد التعادل مع شباب السوالم، والخبر ديال حضور منير الجعواني واقترابه بشكل كبير أو توليه تدريب المولودية الوجدية كان نهار 2، بمعنى يوم الاثنين قضي الأمر. علاش غنصدروا بلاغ نهار 3 ونقولوا راه اجتماع صباحا للتداول والتشاور؟ بمعنى ملي كتعطيني هذه الصيغه للتداول والتشاور، يعني كان ممكن اننا ما نفصلوش، كنا غنتداولوا ونتشاوروا ولكن غنكملوا، نخرجوا مباشره يعلن رئيس المولوديه الوجديه انه استحضر للوضع الراهن وبسبب سوء النتائج تقرر الانفصال وديا مع السي هلال الطير، ونتمنى له التوفيق في مسيرته وكذا كذا كذا. وفي نفس البلاغ اللي كان البارح قال لك في احدى الفقرات، وفي نفس السياق سيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود العارضه الفنيه خلال الساعات القادمه. بالليل اسم المدرب كاين حاضر، بلا نحيدو حنا بلا ما نقولوا خلال الساعات القادمه، نديروا بلاغ ديال الانفصال وبعدها نديروا بلاغ ديال الاعلان على مدرب جديد. لا داعي بين قوسين استسمح لاستحمار المتتبع، لان الامور راهي واضحه جدا. فللحديث على أنا اللي كيهمني هو الحديث على التغييرات الكثيرة اللي كاينة في فريق المولودية الوجدية في ظل واحد الأزمة اللي كيعيشها الفريق. فمعايا مشكور صديقنا والوجدي الحقيقي القح السي حسن مرزاق، ناطق رسمي السابق باسم المولودية الوجدية. السي حسن مرزاق مرحبا. السي حسن مرزاق، السي حسن مرزاق انقطع عليه الخط، نتمنى جمال أنك تعاود تربط الاتصال بالسي حسن مرزاق اللي غنحاول ناخذ من عنده بعض التوضيحات، لانه السي حسن مرزاق يعيش وضع المولوديه الوجديه من الداخل ومن الخارج، عاشه من الداخل كناطق رسمي، تكلمنا معه كناطق رسمي مرارا في واحد المجموعه من الاشياء، ثم من خارج فريق المولوديه الوجديه من خارج هذه المهام له راي كيف يرى فريق مولوديه وجده في ظل هذه المتغيرات ديال المدربين. كان نعيشوا هذا الموسم هذا على ايقاع 3 ديال المدربين، السنة الماضية كذلك نفس العدد، السنة اللي من بعد اللي قبل وخاصة اللي كان فيها الاستقرار وكان الجمهور يعني سعيد جدا بفريق المولودية الوجدية والترتيب دياله واللي أهله أنه يخوض المنافسات ديال الكأس العربية، وشفنا كيف أن
الأمور انقلبت مباشرة بسبب اختيارات خاطئة. معنا السي حسن مرزاق. مرحبا السي حسن. ألو. السلام عليكم السي حسن. أهلا سي منير. تحياتي. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ كل شيء بخير. وتحية ليك وتحية للإذاعة وكامل الإخوان العاملين بها. الله يبارك فيك السي حسن مرزاق. مرحبا. السي حسن مرزاق، أنت راك تعرف تعيش مع المولودية الوجدية سواء من خارجها أو من داخلها. لا ملي كنتي ناطق رسمي كنا دائما متتبعين معك واحد المجموعة ديال المعطيات، ولا حتى من خارج هذه المهام مع فريق المولودية، فدائما العين ديال المتتبع والعين ديال الوجدي القح. السي حسن مرزاق، هاد التغييرات ديال المدربين واش هي المشكلة الحقيقية في الفريق ديال المولودية الوجدية، أو أنها جزء بسيط مما يعيشه المولودية يعني والتراكمات ديالو في هذه المواسم الجوج الأخرين؟ ولن الإجابة على السؤال أخ منير، هناك عدة عوامل، ولا بغينا نربطوا علاقة المدرب بفريق، ما علينا غير ناخذوا المدرب الوطني هادي لودزيك، واش هو واش المدرب ما عندناش، واش هو الاسباب، واش ماشي هو، واش عوامل اخرى. اذن هذا مصير كره القدم المغربيه بصفه عامه. وعندما نتكلم انا شخصيا، عندما اتكلم عن كره القدم المغربيه وعن مشاكلها، يجب ان نتكلم عن المنظومه. عندما اليوم يتعلق الامر بالمولوديه الوجديه، وتغيير المدربين. حقيقه ان غادي يكون منير جعواني هو المدرب الثالث هذا الموسم، ولكن السؤال ديالك وجيه، واش هو سبب المشاكل؟ انا اقول لك ماشي هو سبب المشاكل، اي المدرب جزء من المشاكل التي تعيشها كرة القدم المغربية بصفة عامة والمولودية بصفة خاصة، لان المولودية الوجدية عندها وضعية خاصة. خير المولودية اسم كبير، اعطى الكثير للكرة المغربية، اعطى لاعبين دوليين، اعطى الكثير، ولكن هذه تقريبا اكثر من 20 سنه كان واحد التراجع كبير ديال فريق المولوديه الوجديه. لان عندما تقاس المولوديه الوجديه، فانا شخصيا اقيس المولوديه الوجديه بالوداد البيضاوي وبالرجاء البيضاوي بالجيش الملكي بالفتح الرباطي، هذه الانديه اللي كانت هي المشعل ديال كره القدم المغربيه، وهي كانت هي المشعل بالمنطقه الشرقيه. ولكن هذه 20 سنه الاخيره كانت واحد التراجع كبير، هذاك التراجع الكبير ديال المولوديه هو اللي جعلها انها تبقى فريق عادي، فريق اللي يبقى غادي بين الصعود والنزول بحال لاسونسور مره طالع مره هابط. ولكن المشكل الاساسي اللي كان هو مشكل مادي بالدرجه الاولى. هذاك المشكل بالدرجه الاولى اللي ماشي وليد اليوم، هو وليد سنوات وسنوات، وليد لان احنا هنا في مدينه وجده نحن ضحيه تاريخ وجغرافيا. لاننا في واحد المنطقه اللي اليوم منطقه اللي غادي نقول لك منكوبه، لان منطقه اللي جايه في الحدود، واللي سابقا كان الاقتصاد ديالها تيمشي بطريقه ها لا كونتروبوند، ها الحدود كسائر دول العالم اللي تكون المدن ديالها حدوديه. بعد الغرق الحدود والتجارة ماتت، الاقتصاد ما كاينش، إذن يعني كل العوامل المرتبطة بفريق رياضي أو جمعية رياضية تما في وجدة. لان انت بعض المرات تيقولوا بعض الاخوان اللي تيديروا التحاليل صاحب الاذاعه الخاصه، تيديروا التحاليل تيقول لك شوف خليك غير في هذه الاذاعه الخاصه، الله يرحم والديك، خليك غير فات خاص تسيير، خاص مثلا نديروا لي دوسيي ديال سبونسورينغ وندير حتى نعرفوا هاد الحوايج. ولكن راه ما يمكنلكش، لان علاش؟ لان كره القدم اليوم عايشه باكثر من الامكانيات ديالها، وما تساهمش في الاقتصاد ديال البلاد. إذن إلا عندك الرجل المناسب في المكان، إحنا نهار اللي كان مثلا أحمد عثمان وزير أول مثلا وجاء للباريناج، المولودية استفدت من الباريناج اللي الاحتضان، كانت واحد الاحتضان اللي كانت واحد الشركة اللي هي هذاك هي اللي احتضنت المولودية الوجدية. وقت اللي في نفس الوقت مثلا الخطوط الجوية الملكية ديال نصطاد عدم واخا ما كاينش مطار، وأنا ذاك كان وقيس على ذلك مجموعة من الأندية الأخرى. فوالا دونك هذاك الاحتضان اللي من بعد ما بقاش عندك موارد قارة، ولكن الفرقة بقات عايشة أكثر من الإمكانيات ديالها، لا هي ولا فرق أخرى في المغرب عايشة أكثر من الإمكانيات ديالها. إذا بقى الديون، بقى المكتب اللي جا سي منير المولودية الوجدية تيدير المجهود ديالو، إما أنه يلقى المولودية في القسم الثاني وخاصو يعمل باش الرئيس الحالي باش يطلع، واما يلقاها في القسم الاول وفي المراتب الاخيره وخاصو يخدم باش ما تنش. باش ما طيحش. فوالا بقى إذن هذا هو بقى هم جميع المسيرين اللي مروا للمولوديه الوجديه. الى ما جاء سي محمد هوار، هذا الشاب اللي حقيقه بالديجا
راه جاب واحد المشروع اللي هو مشروع المولودية، مشروع مدينة واجهة، مشروع مدينة واجهة كان فيه بزاف المسائل. كان من بين المسائل خاصنا نرجعوا الفرقة للقسم الأول، وأنا داك كنت عضو في هذا المكتب وساعدنا بالفريق، ولكن من اللي ساعد الفريق وجد الرجل بقى بوحدو ولا من مدعيم. يعني نقول لك انا اللي راكبت كنت نتبع الامور مع النادي المولوديه الوجديه، سواء كنت داخل الفريق او ما كنتش اخر، لحد تعال هذا الرئيس اللي جا المولوديه الوجديه اللي السنه الخامسه ديالو راه في 5 ديال المليار من المال الخاص ديالو. راه كنا تكلمنا على هاد القضية هذه، أو ما يسمى بالمسير بالرئيس مول الشكارة، أنه ولو يكون مشروع ما عرفتش ديال المدينة ولا ديال الجهة، دائما يبقى مرتبطا بهذاك الشخص ومدى الإمكانيات اللي كيضخا. وتكلمت لنا كذلك على أن هاد السيستم هذا راه ما يمكنش يدي بأي فارق اللي غادي به، ما يمكنش يدي به البرن الأمان، ما يمكنلوش ينجح. إذا وزيد المشكل آخر وهو ان مدينه وجده واللي مساله خاصيه الناس يعرفوها مزيان، هذا السيد ملي جا ومع المكتب ديالو جاب واحد المشروع، ولكن اولا ما لقيناش ملعب، كان ملعب الشرفي مسدود كان يتصاوب، بقات الفريق ديال وجديه يلعب على برا والمصاريف كثيره على خارج مدينه وجده، زيد على ذلك ما كانش ملعب ملحق فين يدرب الفريق، ما كانش ملعب فين يلعبوا الفئات الصغرى. إذا اليوم مدينة وجدة لحد الساعة ما عندهاش ملعب صالح للممارسة باستثناء المركب الشرفي اللي ما عندش الحق لا المولودية ولا غير المولودية تدريب فيه أو حتى إجراء مباراة حرفية إلا مباراة رسمية. أنا نمشي معك شوية في هذه المراحل، لأنه كيف قلتي كاين تراكمات، لكن الآن وحنا كنعيشوا في هذا الموسم المدرب الثالث، زيد عليه 3 ديال العام اللي فات، هي 6 المدربين في موسمين، وحسب المدرب اللي كان قبل اللي هو عبد الحق بن شيخه، واللي حصل مع الفريق ككل على مرتبه مشرفه في الترتيب من تحت التعبير في نهايه المطاف. شنو اللي كان ديك النقطه التي افادت كاس؟ واش هي اختيارات غير موفقه في المدرب الاول اللي كتؤدي بك تتغير المدرب الثاني والثالث والرابع، او اختيارات على مستوى اللاعبين، او ان الامور غدا في اطار هذه الامكانيات اللي ما بقاتش، وحتى لا كاليتي ديال الجوار اللي غادي يجيو كل وجده ما بقاتش. لا هو في بدايه الامر علاش قلت انا مشروع مدينه واجهه، لان كان من المفروض ان الفريق المولودية الوجديه يرجع للقسم الاول، ومن بعد من يرجع للقسم الاول نظرا ل 20 سنه اللي دازت وما كانش فيها واحد العمر عيدي واحد العمر، كان من المفروض ان ذاك اعاده هيكله النادي والبناء ديالو من جديد. ولكن كان من المفروض المولودية ترجع في الموسم الاول، انها غادي تلعب من اجل المحافظه على المكان ديالها وتركز وتثبت مزيان رجليها في القسم الاول، ثم السنه الثانيه والثالثه اعاده الهيكله الفئات الصغرى. ومع الاسف بعد ما ضمن المكانة ديال الفريق في الموسم الأول، في الموسم الثاني هنا اختلفت الرؤى، البعض بغى يلعب المراتب الأولى باش يلعب الكؤوس الإفريقية، والبعض الآخر وأنا واحد منهم اللي كنقول لنا خاصنا عاد نبنيو من جديد. إذا هذه المرحلة اللي كتقول لي أنت السي بن شيخة اللي جا وفريق حط المرتبة، لأن علاش توفرت له جميع الإمكانيات المادية النادي، أنه ديك الوقيتة ولا اللاعب تياخذ البريم وصل حتى 20,000 درهم بريم دو ماتش. إذا كانت السيولة وراكش تحت السي بن شيخة قبل نهاية البطولة مشى في حالته الجديدة، ما بغاش يستمر لأن شعر باللي الأزمة المادية كاينة جاية فهمتني. هذا ولا الحقيقة إلا بغينا نتكلموا بالحقيقة، من بعد كما قلت جا القضية المشروع ديال مع سي سلام وادو، اللي عاود حتى سلام وادو مثلا جاب واحد الفكر على اساس انه غادي يدير التكوين ويدير ويدير ويدير، وهو ما عندوش حتى الملاعب فين غادي يدربوا فيها الصغرى. وانا هذا الكلام قلت له سلام وادو قبل ما يجي مليت عليا مباريز. اذا هذا من الاسباب اننا بغينا نلعبوا الادوار الطلائعيه، وحنا مازال ما هيكلنا الفريق من جديد لان كان خاصو يتهيكل. في نفس الوقت كانت تعطات وعود للرئيس انه بمجرد استقامه غادي ترجع غادي يكون الدعم وغادي 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 وغادي، مع الاسف السيد قرا صب غادي جاي وكمل 40 ديال لانك حلينا المرتبه الرابعه الموسم الماضي. اييه المؤهله للبطوله العربيه. وغادي نلعبوا مثلا البطوله، ولكن حلليناها راه حتى مع المدرب الفرنسي مثلا مع كازوني. مع كازوني راه ماشي جراس الكازوني
الظروف الماديه ولكن غير هو العام اللي فات السي مرزاق راه بكازوني والتغييرات ديال المدربين باش 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 الفريق مخاف ولكن كان ديما اللي نحتفظ كازوني كانوا اضرابات ديال اللاعبين كان ديما ديما ان ما يتحل المشكل حتى يجي الرئيس وحتى يجيب الرئيس الموارد الماليه لان غياب تام للمعنيين بالامر في هذه المدينه. وعاود من نتكلموا على هذه المدينه سي منير على مدينه وجده، راه مدينه وجده راه شوف غير في المجلس البلدي دابا راه غادي يدير واقيلا 37 مليار ديال الكريدي باش مدينه وجده بدها تقرير مداخل ديال المجلس البلدي ديالنا 90% على حساب الاخوان تتمشي غير اداء الاجور ديال المدفين فهمتني، لان ما عندهمش موارد قاره، حتى البلديه ما عندهاش موارد قاره صحيح. الور دونك المشكل ما عندناش معامل، ما عندناش ان كاين ازمه اقتصاديه، اذا في المدق كاين مشاكل. حتى الرجل اليوم في ثمر الكوفيد خرج بوحدو الرئيس بوحدو تتخبط، ودونك يبقى بوحدو على الحساب راه باقي بوحدو لحد الان، لان راه ندار الجمع العام الاخير اللي كنت انا ذاك الوقت رسميا وانا من تيار الجمع العام انا ذاك هو اللي خرج فيه ذاك التقرير المالي اللي فيه النسبه الكبيره من المداخل المولوديه هي محمد هوار. لكن راه كان داير انه كمل المهمه ديال 2020 كان ما غاديش يزيد يستمر، ولكن كانت تدخلات من السلطات من الوالي من واحد الجهات معينه اللي دخلات وقالت له لا غير استمر وغادي نكون تكون ولكن قال لهم بالجمع العام قال غادي نستمر، ولكن اذا كانت الازمه ولا اخرى ندير عاود جمع عام استثنائي وننسحب. الرجل هذيك تاع ينسحب ما رضاش، وراه لحد الان تهضر. انا شاهدت على قبل العيد بيومين كنت جام الدار البيضاء، كنت انا وياه في مدينه وجده وبالضبط قرب الملعب البلدي اين اقطن، وذاك النهار جبد 160 مليون من المال الخاص ديالو باش خلص اجور شهرين ديال اللعابه. وهذه الضريبه ديال الرئيس مول مرشكاره. اذا وغادي نقول لك اللي خطير، انا بالنسبه لي اللي خاطر باقي الامل ديال المولوديه باش انها تحافظ على المكانه ديالها، غادي نستقبلوا جوج مباريات متتابعين في بركان ثم يوسفيه برشيد ونمشيو للجديده وتجي عندنا واد زم. باقي برمجه صعيبه. وي برمجه صعيبه ولكن كاين امل، كاين امل. ولكن اللي خطير وانا انبه الناس ديال وجده والناس ديال المنطقه الشرقيه والناس اللي يبغيو المولوديه، انا حذاري ما بعد انه من يمشي هذا الرئيس او الا مشى شكون اللي غادي يسير المولوديه، لان الا مشينا للمنخرطين اللي هما العدد ديالهم 35 راه مواردهم غير محدوده جدا، ولا منخرط واحد حقيقه. كاينين منخرطين يبغيو النادي ولكن مواردهم محدوده، لان الفرقه ولات تمشى اليوم مولوديه الوجيه قد تمشى بواحد لا مويان ديال 3 ملاير حتى 3 ملاير حتى 4 ملاير سنويا. نعم غادي تجيبها شكون اللي غادي يجيبها ديال الازمه الاقتصاديه؟ سي مرزاق. نعم ويبقى هذا السؤال مطروح ديال فين غادي تجيبها، لانه صراحه انا تعمدت ناخذ الموضوع بهذه الزاويه. الموضوع هو التغييرات صحيح ديال على راس الاداره التقنيه، لكن هناك مجموعه من التراكمات، والخلاصه اللي وصلنا لها هو خا يبقاو يتغيروا المدربين ما دام المشكل الرئيسي كاين هو غياب رؤيه واضحه عند فريق المولوديه الوجديه والناس ديال مدينه وجده، فتبقى تغير في المدربين وتبقى تغير في اللاعبين وسيبقى الوضع غياب الموارد القاره. واحد ما يمكن لك نعم واحد سياسه رياضيه ديال واحد النادي في غياب موارد قاره، ولان من يكون عندك موارد قاره ديك الوقيته المسير يتحمل المسؤوليه. علاش؟ لان الى عندي 300 مليون خاصني نعيش على حساب 300 مليون عندي كثر. نعم. اذا انت من نمشي للسوق راه بحال الانسان اللي ذاك الموظف اللي اشيل كات ولا اشيل 10 ولا اشيل 11 ماشي بحال من تمشي للسوق اللي يمشي يشري ديك الطماطم المارشي كوفر اللي تدير واحد الثمن، وواحد يمشي يشري السياره بواحد النوع اللي يقدر لها. اذا حتى السوق ما يمكنناش ندخلوا للسوق بحالنا بحال الجميع. وكنت شفتوا ان مجموعه ديال اللاعبين ديال المولوديه غادروا المولوديه الوجديه وكانوا في المستوى، ولكن من بعد بحال النفاتي بحال واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي نعم دونك كخلاصه وماشي غير المولوديه الوجديه ولينا الانديه عايشه اكثر من الامكانيات ديالها، اكثر من الموارد ديالها، اكثر من المداخل ديالها، وهذا تيبين اننا ماشي انديه محترفه وما عندناش احتراف ورحنا غير نكذبوا على راسنا. ولكن سي حسن كاين واحد المولوديه عندها واحد مرزاق كبير جدا هو الجمهور ديالها واللي والله يخليه ليها.
نتمنوا هذاك الجمهور يبقى مساند للفريق ان شاء الله اخر رمق، ومن بعد عاد نديروا المحاسبه لزيد او عمر. شكرا لك سي حسن مرزاق، الحديث معك شيق، نتمنوا التوفيق لفريق المولود ديالو وجديا والناس ديال مدينه وجده لدينا عليهم الانتباه لفريق المولود ديال وجده، لان اللي جاي هو اللي صعيب، ماشي حاليا ما بقاش في تغيير المدربين ما هو ات، هو اللي غادي يكون صعب وصعب جدا على فريق المولوديه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. مستمعي الكرام الرقم ديالنا الهاتفي للتواصل 0522 36 92 92، 0522 36 92 92. السؤال الثاني ديال الموضوع المطروح للنقاش حاليا هو برمجه مباريات البطوله، في نظركم كيف سيتم التعامل؟ لان الكالندري وصلنا لواحد السقف اللي هو شهر جوان، وغادي نعطيكم الان الوضعيه اللي حنا فيها. الدوره اللي فاتت اللي هي الدوره 23 تلعبات ديال البطوله الاحترافيه في غياب الوداد ونهضه بركان الملتزمين بمنافسات تشامبيونز ليغ وكاس الكاف، غادي تاجل المباراه ديالهم حتى الاسبوع المقبل. هذا الويكاند اللي حنا جايين ليه وانطلاقا من بعد غدا الجمعه غادي تلعب مباريات الدوره 24، بمعنى على امتداد ثلاثه ديال الايام الجمعه والحد والاثنين، السبت ما كاينش لان السبت فيه نهائي ديال كاس العرش، غادي تلعبوا خمسه ديال المباريات لحساب الدوره 24 وغادي تعرف تاجيل مباريات اخرى. بعد نهايه هذا الويكاند الوداد غيكون انهى الالتزامات ديالو في نصف نهائي ديال تشامبيونز ليغ، نهضه بركان غيكون انهى الالتزامات ديالو في نصف نهائي ديال كاس الكاف، الوداد غيلعب المباراه المؤجله ديالو نهار الاربعاء 18 يعني وصل الاسبوع المقبل، في وسط الاسبوع اللي هو الخميس نهضه بركان غيلعب المباراه المؤجله ديالو مع اتحاد طنجه، ويوم الجمعه الجيش الملكي غيلعب المباراه المؤجله ديالو امام يوسفية برشيد لان الجيش الملكي طرف في المباراه النهائيه ديال كاس العرش اللي غتلعب السبت. غيبقى لنا يوم الاحد المقبل، الاحد المقبل 22 ماي غيتلعبوا فيه جوج ديال المباريات مؤجله لحساب الدوره 24 اللي هي الوداد اولمبيك خريبكا والمولوديه الوجديه نهضه بركان. هنا وصلنا للدوره 24 وخصنا كتبقى قدامنا الدوره 25، انما الدوره 25 فيها الديربي الوداد والرجاء. الوداد والرجاء ماشي مباراه عاديه اللي فيها فريق مرشح للقب وفريق لعب وسط الترتيب ولا احد الطرفين فقط هو اللي معني بالمباراه، بجوج ديال الفرق معنيين بالمباراه، بمعنى هذا غادي تطرح اشكال بالنسبه لما يسمى بالسيرفر الاسباني أو السيرفر المغربي اللي كيشغل السيرفر الإسباني. كيف سيتم، متى ستتم برمجة الدورة 25؟ ثم الوداد بحكم يعني 60-70% 80% الوداد مؤهل لنهائي تشامبيونز ليغ، النهائي غيتلعب 30 ماي يوم الاثنين 30 ماي بمدينة الدار البيضاء. إمتى غتبرمج مباراة الدورة 25؟ واش غادي تبرمج الدورة وغيبقى المباراة ديال وغتبقى المباراة ديال الديربي؟ أو أنه غنفرضوا على الوداد ولا نهضة بركان في حالة أنه تأهل المباراة النهائية ديال كأس الكاف نفرضوا على الأندية يلعبوا مباراة عاد يمشيوا يكملوا الاستعدادات ديالهم للمباريات النهائية، وفي حالة ما تبرمجاتش الدورة 25 أو بقوا فيها مؤجلات الأسبوع اللي من بعد غندخلوا لادات فيفا ديال جوان، لادات فيفا اللي فيها جوج ديال الأسابيع وفيها أربعة ديال المباريات، بمعنى إشكالية حقيقية على مستوى البرمجة. في نظركم أنتم مشاهدينا على قناة شادا اف ام في اليوتيوب كيفاش كتشوفوا هذه الوضعية هذه ديال هذا الموسم الذي سيطول، وشوف تشوف واش غادي نساليو في شهر يونيو أو حتى شهر يوليوز وبلا ما ندخلوا للموسم المقبل اللي فيه كأس العالم وفيه الشان كيفاش غادي يتم التعامل؟ فآرائكم كننتظرها وتعليقاتكم. وناخذوا معنا أول متصل من مدينة سلا سي صديق بن سلا. مرحبا سي صديق. اهلا خاي منير، وكنسلموا على الاخ فريق زعما غدا غادي يكون ان شاء الله ونسلموا عليه. وفي ظل هذه الازمات اللي كاينه في الرياضه خويا، راه غياب المستثمرين غادي تبقى دار لقمان على حالها، فهمتي؟ المدربين غادي يبقاو ديما يجبدوا من جهه، والمدرب فهمتي زعما رؤساء الفرق وهاد المشاكل والاندثار ديال ديك الفرق المرجعيه الكوكب مشات الكاك هادي نهضه سطاتيه خاص. نعم اخويا نهضه سطاتيه ونهضه سطاتيه وسيدي قاسم وفقي بن صلاح الى غير ذلك. يا خويا خاص واحد السياسه ممنهجه على بحال شي قشريه مسجيه مغرب وحده.
اللي غيستافد منها كل شيء على قد الحال. حنا دابا بشي احتراف جينا وصلنا للطوب وباقين فقراء، فهمتي كيفاش؟ كنمشيو بالفلوس اللي ماشي، كنمشيو بالفلوس اللي ماشي ديالنا، ماشي ديالنا. وحنا دابا ايطاب بار ايطاب، فهمتي؟ دابا العشله بغى بني الفرخ باش يستقر فيه، كيجيب ريشه من هنا بشويه 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 تحط العش ديالو. حنا حنا دابا لقاتنا خويا منور بروتوكول، فهمتي؟ كنبينوا راسنا شي حاجه وفي الخطو كنوليو اقزام زعما. راه هادشي ما واحد عجبني هو داك رئيس الدراجه دابا الحالي السيد كاسم، راه هو اللي غادي بواحد السياسه زوينه. بالمحل ما بقاش فيه الدراجات. انا اللي كنعرف هو السي محمد بالماحي هو رئيس الجامعه ديال الدراجات. لا لا السي كاتب الا الا داروا الا الا داروا شي جمعه بالتخبيه ولا شي حاجه وطلع شي رئيس اخر ما عرفتش. دابا الامور غاده كما هي، هذيك الله العظيم زعما سمو اللي بغيت يتمشاو غير دقه دقه حتى كنوصلوا. بحال اللي كان شحال هادي في 80 داك الشيء كنا على قد الحال، وانا الرياضه بصفه عامه كانت مزدهره، كان الكرة الذهبية، كان المشاركات، كان نوال المتوكل، كان سعيد عويطة وكل شيء. وها التسعينات شتي فترة ديال 95 حتى 2000 2002 راه كانت تبارك الله كانت الأمور. يا خويا ولينا دابا كنتأكد دابا شكون اللي قتل الكرة هما الناس ديال السياسة اللي المصلحة الخاصة، ماشي هذيك السياسة الممنهجة. والسوق جا يدير كل شيء بوحدو، فهمتي؟ ما يمكنش دابا كنحطوا الاموال الطائره الملايير وما كنصوروا حتى جوج فرانك. شكون اللي كيحطها؟ وراك عارف كل شيء، راه سي القجع راه حتى هو خصنا نديروا حتى حنا ترشيد ديال نعرفوا شكون حنا وشنو باغيين ونمشيو على قد على قد داك الشيء ديالنا. دابا سي القجع واش غادي يحل البيبان كله تكلف به؟ راه خص مدير التسليم. لا هاد الاموال وهاد الارقام اللي كنسمعوا خصها تهبط شويه، صات هبط شويه باش شويه على قد الحال. ماشي دابا هادشي اللي كاين، داكشي على قد الحال. نمشيو دابا المدرب اللي جانا كياخذ لا كارت بلونش يدير اللي بغى. اسمح لي هذا خطا. الله يحفظك السي صديق، شكرا لك، تحيه لك السي صديق، شكرا. قرب على التعليقات ديال اصدقائنا على قناه شدا اف ام. سي رمزي اهلا وسهلا، قال لي السي منير احبك في الله، اما ما قلته يوم امس عن عدم ديمقراطيه جمهور الوداد، انا ما قلتش عدم ديمقراطيه جمهور الوداد، انا اللي قلت هو جمهور الوداد ما يتيقش في هذا الشيء اللي تسمى ديال الديمقراطيه والتصويت، لان الكاف لا ديمقراطيه مع 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 الكاف ما معهاش الديمقراطيه. قلتي جمهور الوداد لا يقبل النهايه تكون في السنغال، وانت تعلم ما تعرضت له الوداد في فضيحه رادس. ونزيدك فضيحه رادس هذاك الشيء اللي وقع ما بعد باش ربحونا، باش هزمونا بالديمقراطيه، هزمونا بالديمقراطيه، تاخذوا قرار في المجلس التنفيذي اللي ما عندوش الحق بالديمقراطيه بانه المباراه ستعاد، عقلتي؟ في جوان 2019. من بعد مشاو الناس للطاس الكاف ونادي الترجي على انه يعترضون على هذاك القرار اللي خداه المجلس التنفيذي بالديمقراطيه. ردات الطاس لان اللجنه المعنيه، اللجنه القضائيه المعنيه المستقله اللي هي لجنه التاديب، هي اللي خصها بالديمقراطيه، قالت لك راك انت اللي خسرتي الماتش. مشيتي للاستئناف، الاستئناف حتى هو بالديمقراطيه قال لك راك خسرتي الماتش. مشيتي للطاس وقالت لك الطاس، اذا الديمقراطيه لا ديمقراطيه مع الكاف. الكاف جهاز كله بني على على توافقات وعلى اليوم راك انت معايا غدا راك انت ماشي معايا والمصالح الى غير ذلك. هذا الشيء اللي قصدت، بمعنى ما نركبوش على الديمقراطيه انه فقط صوتوا للدار البيضاء على حساب ذكر هذيك هي الديمقراطيه. لا هذوك راه غير لغرض في انفس بزاف ديال العقوبات اللي عندهم هما، راه ليس لسواد عيون الوداد ولا لسواد عيون الدار البيضاء ولا المغرب، راه بين ذكر والدار البيضاء هما بغاو يدوزوا دوك الايام ديال الشامبيونز ليغ في مدينه الدار البيضاء، وكان الاختيار بين جوج ديال المدن. هذا هو المقصود السي رمزي، تحيه لك اخويا. ليزيد، شحال نسبه الجمهور اللي مسموحه في الفينال ديال لاكوب دو ترون؟ اللي كنعرف انا في لاكوب دو ترون كيكونوا الجماهير حسب النسبه اللي حضرت في الملعب، ان المداخيل يتم اقتسامها بين الفريقين، هذا الشيء اللي كنعرف انا في كاس العرش. النهائي والبروتوكول ديال النهائي العلم لله. السلام عليكم جميعا. سي رشيد كوكو اهلا وسهلا، تحيه لك. ناخذ معنا السي محمد من كازا. سي محمد مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا سي محمد. السلام عليكم سي منير. مرحبا سي محمد مرحبا. بالنسبه للبرمجه ديال البطوله الوطنيه، علاش ما كانوش ما داروش بحال ذاك العام؟ كانت البرمجه مزيانه ذاك العام.
ما كانش مباريات مؤجله وكانوا زعما البروغرام ديال داك ديال اسبانيا كان غادي مزيان ولكن هذا العام شي بحال داك العام لا هذا العام الضوء مغربي هذا العام حيت دابا بالنسبه للمباراه دابا كلشي غيبقى يهضر على المباراه ديال الديربي بحال مثلا الوداد البيضاوي انا ما نهضرش على الديربي غنهضر على الدوره 25 كلها دوره 25 حيت صحيح الوداديين والرجاويين غيبقاو شادين في الديربي لان الوداد ولان الرجا ولكن شوف لتحت عاوتاني شوف الناس اللي بغاو يتفاداو الطيوح واللي بغاو يتفاداو راه حتى ذاك العام كانوا كيقول لك الفريق كاين اللي بغى يلعب على الواجهات ما يبقاش يصوب على المباراه المؤجله اللي بغى يلعب على الواجهات ولا يشارك مع الفريق هذا من اجل المباريات ديالو وليك ساعه شكون اللي كان عنده ثلاثه الواجهات العام اللي فات لا بالنسبه للجامعة قالت لك بان ما نبقاش ناجل المباريات يعني واخا تكون هي راه ما كانش تاجيل ولكن كانوا كيتلعبوا في الوقت كانوا كيتلعبوا في الوقت خصوصا ملي كنقولوا الفرق مستقبل هنا في الميدان ديالها هي كيلعبوا المباراه المؤجله ديالهم في الوقت انت كيفاش كتشوف انت عندك شي حل لهذا الشيء بغيت ناخذ الاراء ديال الاصدقاء شنو كيفاش كيبان لكم باش ما نبقاوش نهضروا البرمجه شنو الحل دابا الكالندريه باينه جوان حنا راه دخلنا غندخلوا ليه شنو اللي كاين شنو اللي باقي الحل الوداد عنده جوج مباريات مؤجله عند الماتش نهار الجمعه لا هادو سالينا نهضر عليهم هادو مبرمجين غيتلعبوا صار البرمجه كان مكان ديال المباراه ديال الوداد مع المغرب نهار ثلاث هنا ثلاث هاد الثلاث اللي جيت لعب مع الماتش الوداد عنده وخا مغرب نهار السبت مثلا زيد والديربي تلعب الاربعاء وما راه عندهم نهار 30 فاش يعني باقي الوقت كافي للفينال 2000 اللي غيتلعب 2 30 يعني يلعبوا الديربي تلعب الاربعاء كتبقى 4 ايام ولا 5 ايام ديال التحضير راه كافي دونك انت هادشي اللي كتشوف ياك تبعت لي انا مبرمجه مزيانه بحال الموقف يعني الفريق على 4 ايام ولا 5 ايام كياخذ فيه الوقت كافي ديالو ياك الشي ريال مدريد ذات البطوله نهار السبت ولا لا لا ما تقارنش ليا لا بغيتي تقارن ليه خصك تقارن كلشي والله البرمجه راه شويه ما كيفهمش هذاك الله يحفظك السي محمد ناخذوا ناخذوا اراء اخرى شكرا لك السي محمد تحيه لك سي جيم تحيه لسي فخر الدين توحشناك وتحيه السي منير الله يحفظك اخي شكرا لك سي منير انا متاكد ان القنوات المصريه ستنشر ما قلته سي رمزي امير تاع القنوات المصريه ما لقاو ما يقابلوا يقابلوني انا وعندهم ما يتقال تبارك الله علاش يقابلونا حنا اش كنقول ابو ايمن الحمد لله هي تحيه لك هي واخا سول اخويا وسول على الدار وسول على اللي بغيتي سي منير نجاح المسير مشكره لا يقاس بالنتائج اللي كيدير في وقته بل النتائج والمداخيل والاستقرار يبقى فاش يمشي بحاله بسنوات الله يرحم لك الوالدين السي العبداتي الكارثي والواقع فاش كيمشي وكيجي الغرق عطيتي بعض الاسماء هنا انا متفق معك لانه نقدر نزيد كان اسماء اخرى اللي باقى الان كتسير لانه ها الاموال ها اصحاب الشكاره ولكن هيكله مأسسة شي حاجه ما كايناش والجمهور الله يهديه حتى هو تابع اللحظه ما سياتي العلم لله مرحبا سي رشيد تحيه لك سي حبيبي انا مغربي والله كون كنلعبوا مع الاهلي في السنغال احسن من كازا جمهور السنغال سوف يكون معنا دابا اللي عطى الله عطاه شوف الفينال هنايا يفوت الدومي فينال وديك الساعه لكل حادث حديث ناخذوا معنا جمال من الدار البيضاء مرحبا سي جمال الو السلام عليكم سي جمال مرحبا الاخ جمال مرحبا اهلا خويا جمال لاباس عليك يعاود مزيان بخير الله يبارك فيك الحمد لله بارك الله فيك الله يحفظك سي زادوق الله يبارك فيك انت لا ماشي زادوق هذا تحيه لسعيد زادوق ماشي زادوق هذا لا ماشي سعيد زادوق فخر الدين معك منير اوبري سي جمال منير اوبري مرحبا سي دابا دابا مزيان بعدا بخير لاباس عليكم ياك ما تلفتي في الباب بغيتي تدق شي باب اخر راه دازا واحد الدري دوز الكلام وقال لي ياك مرحبا سي جمال الله يبارك فيك جات نهضروني الله يود مرحبا بالنسبه لهادشي ديال الوراق اخويا الشركه هادي راه خارجه علينا اخويا في كازا باش نجيك من الاخر دابا الناس جايين عندي جوج الناس جايين عندي واحد السيد من ناضور وجايين عندي جوج الناس من وجده والله العظيم ما لقيت الوراق دابا انا جيت كبيره مشيت للدونور كندور والو ما كاينش فهمتينا كازا ايفنت قالك اليوم غيلوحوا نهار كامل وانا عاصر على السيت والو المهم خصهم يديروا لنا شي حل في هذا الشيء هذا والله العظيم الا حشومه عليهم قسما بالله الحل هو يدار شي ملعب فيه 200,000 ولا 300,000
وراه هادشي اللي كاين دابا. انا الناس والله الا تحاجوش معهم انا مقطع واحد ربعه الورقات ديالي والله العظيم الا اضطريت غنعطي الناس اللي جايين من برا وانا ما حلش غنمشي للتيران اقسم بالله. ايوا اكرم الضيف الا كانوا الا كانوا ضياف ديالك غير تكرم عليهم الا عندك البيه وصافي. هادشي اللي كاين بارك الله فيكم وكنتمنى الله يحفظك السي جمال. توصلوا الصوت ديالنا لديك الشركه المختصه وكنتمنى ما تبقاش شاد هادشي ديال الاوراق. هادشي اللي كنقول لاخويا واخويا اش غنقول لك؟ لا اله الا الله غتبقى دويت حتى الصباح على سميتو. دابا هو المارشي نوار كي غيكون دابا غدا النهار بعد غدا. انا على حسب شوف على حسب المعلومات اللي عندنا حنايا على حسب ما كيقولوا هما هاد السيستم الجديد ديال انك كتامبريمي الروسو وتمشي تيري التيكي ديالك ربما ما كيسمحش بالمارشي نوار لان التيكي فيه السميه وفيه نيميرو لا كارت ناسيونال. الا الا بغاو يخلقوا شي مارشي نوار من مارشي نوار انا راه قبيله ني 8 دونور مشيت ضربت واحد الله تما كاين شفت بانوا لي شي وحدين عندهم الوراق باغيين يبيعوهم هاد 300 350 هادي 50 درهم ديري لها 300. ولكن فيهم ولكن الوراق واش فيهم السميات ونيميرو ديال الكارت ناسيونال؟ السميات هما عندي ما فيهم لا سميات لا والو. الوراق ما فيهمش عندك الروس اللي كتخلص به هو اللي فيه السميه ونيميرو ديال الكارت هو اللي فيه النيميرو ديال الكارت خصك تاخذ منه الوراق. كاين اللي خايت سته كيقولك ما كاين سته تسميات والناس خايتين سته البارح قدامي انا خايت جوج والناس خايتين سته سمعتيني. المهم كاين واحد الاشكال كبير في هادشي ديال الوراق كنتمناو يجتانبوا هادي حيت الفينال قريب ان شاء الله وكنتمناو ما يبقاش هادشي هذا راه حشومه هادشي والله. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحفظك السي جمال مبلغ تحيه لك جمال. الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا. كيف كتسمعوا مستمعينا الكرام ها هو واحد من الناس اللي خداو لي تيكي. اذا غنبقاو نوعوا في لي سيستيم ونوعوا في الطرق وانك علاش كاع ملي كتشوف ملي غادي تاخذ تيكي ماشي نوميناتيف ما فيهش الاسم ورقم البطاقه الوطنيه علاش هاد الخدمه المضوبله ديال انك لا امبريمي روسي وسير شد الصف باش تاخذ علاش؟ خليو السيستيم القديم نيت. ياك بغيتو تحاربوا التزوير ها انتم غتحاربوا التزويريه ولكن ستفتحون الباب امام المارشي نوار. اذا غير بغيتو تحاربوا شي حاجه وبغيتو تخلقوا شي حاجه اخرى. المرجو التفكير ولا الاستبلاد لو كليون ما نقولش ليه الجمهور ولكن لو كليون لانه من فتح الملاعب امام الجمهور اللي مشى للملاعب راه كليان راه زبون كيستهلك هذاك المنتوج باش ما بغينا. وشفنا بانه مباريات عاديه في البطوله اللي في وقت سابق ما كنتيش كتشوف فيها هذا الجمهور مباريات عاديه وكان فيها الحضور بمركب محمد الخامس. فالمرجو رحمه بهذا الكليان بهذا الزبون ديال مركب محمد الخامس. يجب على الصحافه المغربيه الضغط على الكاف لتغيير مقر الكاف. الا قال لك شي واحد اخويا باللي راه الصحافه قادره تضغط على الكاف، الكاف اللي كيضغطوا فيها هو اللي هما اللي لداخل وتمشي على حسب عقارب الساعه والمصالح. صافي تغيير مقر الكاف الى دوله اخرى تنعم بالشفافيه والمصداقيه. واخا يمشي لدوله اخرى هذيك الدوله الفريق ديالها مثلا اللي مشات ليها ووصل دومي فينال تشامبيونز ليغ راه تبدا تقول راه حيت المقر كاين تما وحيت وكذا وكذا. اي سي رمزي الله يرحم شيرين ابو عقله رحمه الله وتعازينا العائله ديال الصحفيين العائله الكبيره ديالها ثم العائلة الصغيرة إن لله وإنا إليه راجعون. تحية الوداديين وكل مغاربة الحرار ديما وداد. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك السي خالد الصديقي تحية لكم من السويد. الله ينجينا وينجيك من الإدمان. الله يحفظك إن شاء الله. تشامبيونز ليغ ودادية. مستمعينا الكرام أخر الأخبار بخصوص اللاعبين المغاربة اللاعبين الدوليين وحنا كنهضروا أنه بين الفينة والأخرى كنتظروا لائحة المنتخب الوطني المغربي. نصير المزراوي الذي من المرتقب واللي كان واحد من شروط الاستمرار وحيد خليل وزيتش لا هو لا حكيم زياش. نصير بزراوي مسألة وقت فقط وسيتم الإعلان رسميا على فريقه الجديد اللي هو بايرن ميونخ. كنتمنوا له التوفيق وان هاد الانتقال ان يكون في صالح الفريق الوطني المغربي. نشير بانه بالاضافه للعمليه الجراحيه ديال سفيان بوفالو الغياب ديالو على المباريات القادمه هناك عمليه جراحيه اخرى ديال عمران لوزا اللي هو غادي يكون غايب. طارق السودالي يواصل التالق ديالو ببلجيكا. طارق السودالي اللي بين على مستوى جيد مع الفريق الوطني المغربي خاصه في المباراتين الذهاب واياب مع الكونغو الديمقراطيه. ثم الخبر المفرح اللي هو الاعلان الرسمي على عوده بدر بانون والتعافي ديالو من المخلفات ديال الاصابه ديالو بكوفيد والعوده ديالو للتدريب. نتمنوا ان بدر بانون يسترجع كامل اللياقه ديالو ويلعب المباريات ويسترجع المستوى ديالو لان المنتخب الوطني المغربي في حاجه لدي بروفيل مثل هاد اللاعب هذا. وان الا ضيع كاس العالم اللي داس او ضيع في كاس العالم اللي داس نتمنى ان كاس العالم اللي جايه
يكون حاضر فيها بدر بنون. بقى واحد الموضوع اللي بغيت نطلب الرأي ديالكم فيه ولكن نظرا لضيق الوقت غادي نأجلوه إلى يوم غد، وهو الإعلان الرسمي من الاتحاد المالي لكرة القدم على مدربه الجديد. طبيعة الحال الاتحاد المالي أعلن على مدرب جديد، وسبقنا وناقشنا أنهم داروا أنابيل دوفر أنابيل دو كونديداتور باش المدربين الراغبين في تنفيذ في تولي منصب مدرب المنتخب المالي أنهم يتقدموا بالانفعال وفق شروط معينة. فالاتحاد المالي استقبل تقريبا حسب الإعلان ديالو أكثر من 67 سيرة ذاتية، واختار في نهاية المطاف أحد اللاعبين الدوليين السابقين ديالو اللي عنده 45 سنة ومسيرة على قد الحال. هذا اللاعب اللي هو إريك سيكو هو المدرب الجديد للمنتخب المالي، فسؤال نحتفظ به إن شاء الله لفرص أخرى مقبلة. دابا كاسمر شدايفان، تحية لك جمال في إخراج حلقة اليوم، تحية لحسام في الفار غرفة الفار، تحية لكم مستمعينا الكرام ومشاهدين على قناة شدا اف ام. بقوا أوفياء لبرامج شدا، نتلقاو غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.